طبعا في الإطار السياسي يعني ديال الوطنية ديال تنظيم ديال الأسرة في المغرب اللي انطلقت منذ عدة عقود، كان دائما كتكون مواكبة للتطورات العلمية اللي كاينة في المجال ديال الوسائل المال الحمل، وحنا كنعرفوا بلي هذا واحد الميدان اللي فيه يعني عدة وسائل ديال المال الحمل وعدة طرق وعدة تقنيات، وهذه التقنيات وهذه الأدوية ولا غيرها كتطور مع الوقت ومع البحث العلمي ومع مسائل جديدة اللي كيتم اكتشاف ديالها. فكمثال على المغرب ضروري حتى هو يكون مسير لها وكيسيرها، سواء لا من حيث الأدوية لا من حيث التقنيات اللي كنسميوها الميكانيكية أو لا الكيميائية العقاقير ولا غيرها ولا اللولاب ولا غيره اللي فيهم حتى هما تطور من مدة لمدة. ومن بيناتهم كاين هذه الطريقة ديال هاد لامبلون، هاد الشريحة اللي كتكون في الكتف ديال المرأة واللي كان المغرب استعملها من قبل، ولكن اليوم كاين الإدراج ديالها يعني من جديد في السياسة الوطنية ديال تنظيم ديال الأسرة، واللي هي تقنية العديد من الدول إلا بدأت كتعتمدها في الأشهر في السنوات الأخيرة بحال كندا وغيرها.